نبيلة وأستاذ ياسين والد ووالدة كابتن عمر وكابتن نور معانا دلوقتي علشان نعرف منهم بقى اللي يعني أكيد حجر الأساس. أنا دايما أقول كده حجر الأساس الأم كمان. أنا برحب بيك يا مدام نبيلة، برحب بالأستاذ عمر، وعايزة أعرف بقى ده بيت كل رياضي أكيد حضرتك الأساس فيه، فكلميني عن الميكس ده. عندك ثلاث أولاد ما شاء الله بيلعبوا نفس اللعبة، أنا بشوف ودة التمرين أكيد مواعيد التمارين كانت مختلفة، مذاكرة، دروس، أكل، نوم، اصحى، نامي، يعني لا هي أكيد الأساس. فأنا عايزة أبدأ بحضرتك. كل اللي أنا عايزة أقوله الحقيقة مش كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيل الكاميرا. أنا برحب بيكي حبيبتي، وأنا يعني أنا فخورة إن واحدة زي حضرتك، نموذج زي حضرتك معانا كده النهاردة يحكي عنا قصة النجاح دي. اتفضلي. طيب انت عندك وقت يعني اقول لك قصه النجاح؟ لا لا، من هنا لبكره. قصه طويله جدا. براحتك من هنا لبكره. طيب اولا مساء الخير عليكم، انا مبسوطه ان انا معاكم الحمد لله. وانا لو حكيت لك بقى قصه النجاح دي يعني هتتعذبي معايا يعني. عارفه؟ لا مش هنتعذب بالعكس. دي دروس مستفاده لاي اب وام النهارده بيسمعنا، لازم يعرف القصه دي بدات ازاي وكملت على نفس سرها الناجح ده ازاي، ونحن بنستفيد وكلنا بنستفيد. ايوه طبعا طبعا. بصي حبيبتي، هي يعني مسيره النجاح دي الحمد لله الفضل في ربنا الحمد لله. يعني هم الولاد طلعوا شافونا برضو الى حد ما في النادي وبنلعب ورايحين جايين على طول، والسكه خدتنا بقى، خدتهم برضو في الهاندبول. انا بصراحه يعني الهاندبول لعبه شاقه شويه بالنسبه للبنات اكتر طبعا، حتى بالنسبه للولاد برضو. هم لعبوا شويه العاب تانية وهم صغيرين اول ما ابتدينا، بس يعني الحمد لله الناس بقى في الهاندبول صحابنا وحبايبنا وزمايلنا زمان اخدوهم بقى، لقوهم بقى يعني الحمد لله في اطوال وفي مقاومات، حب للرياضه ومشينا في السكه يعني الحمد لله. بس طبعا كان كل واحد ليه مع التمرين، فكنا بنمشي بقى في العربيه معانا اللبس ومعانا الاكل. حياتنا كانت في العربيه. احنا ماما كانت تصحى من بقى المذاكره، ننزل نروح المدرسه تعمل لنا الغداء في لانش بوكس، لا كل واحد له علبته وتعدي علينا في المدرسه تاخدنا تودينا واحد واحد التمرين. يعني انا في مصر الجديده مدرسه في مصر الجديده، واحد يقعد يذاكر لحد ما التاني يخلص تمرين وهكذا. بالظبط، وكل يوم نبدل بقى على حسب مين تمرينه الاول. انا كنت خايفه بقى لحسن مثلا لحد الثانويه العامه يبطلوا او حاجه، بس الحمد لله الدنيا مشيت وكفاح بقى الاب والام وكنا وراهم الحمد لله. تعبنا كتير ويعني اخذنا يعني شطات كبيره قوي في ان احنا نقوم الصبح ونودي المدرسه ونرجع من المدرسه على طول على التمرين ونقدر نواظب على المواعيد. فالحمد لله الدنيا مشت الحمد لله بفضل ربنا، والولاد ساعدونا بصراحه يعني كانوا بيذاكروا الحمد لله وملتزمين، ما عذبناهمش خالص، ما كانش مأثر قوي على مذاكرتهم. لا في ناس عذبتني. الرياضه كانت بتساعدنا في المذاكره يعني، احنا الثلاثه الحمد لله كنا فرنسيه اصلا، فكانت الدراسه بتاعتنا صعبه شويه. وبعد كده دخلنا هندسه برضو احنا الثلاثه، وهي حتى ماما مهندسه، ماما معماري وانا ميكانيكا. كانت هي في نفس الظروف تقريبا اللي احنا اتحطينا فيها. انت بالذات بالظبط. انت يا نور باشمهندس نور، لكن مدام نبيله الكابتن نبيله حضرتك طبعا حارس مرمى للعبه ديت. بس انا هسال السؤال ده لاستاذ ياسين، دايما اولياء الامور، عشان هو استاذ ياسين ممكن يرد بصراحه على السؤال ده. دايما اولياء الامور ساعات كده نلاقيهم بيتدخلوا في الامور الفنيه، يعني انا ابني كويس، انا بنتي قعدت ليه، انا ما نزلوش اللعبه دي، ما نزلوش الماتش ده. انا بشوف كده في كره القدم بصراحه. فهل مدام نبيله بقى باعتبارها كمان خبره ولاعبه سابقه، بامانه كانت بتحرص على ان هي تتدخل في الامور الفنيه دي مع الجهاز الفني او المديرين الفنيين؟ انت عندكم خبره بصراحه يعني احنا عمرنا ما اتدخلنا في النواحي الفنيه.
لكن احنا كنا متعاونين جدا مع اداره النادي الاهلي في اننا نسهل وصول ولادنا التمارين في ميعادها وفي انتظامها، لكن عمرنا ما تدخلنا في اي حاجه فنيه في الملعب. احنا كنا نتدخل في حاجات صحيح الحاجات اللي هي بتمس الادب والاخلاق والحاجات دي بس. حلو قوي. وبعدين اللي انا عايز اقوله ان الاهم من ده وده كله بصراحه هو التعاون اللي بيني وبين كان مراتي في تربيه العيال، وده اهم حاجه عشان تخلقي نجم كويس. لازم يكون في تعاون والمجهود وتنازل لكل من كل طرف للاخر عشان خاطر نبقى ورا اللعيبه دول هم. واحنا لما كنا وراهم ما كناش عارفين ان في يوم من الايام هيبقى في حاجه اسمها احتراف في كره اليد. بالظبط. فعلا مش عارفين هيبقى ده كارير بتاعنا او في فلوس كويسه، لانه فقط لا غير، وانهم نصرفهم عن انهم يروحوا مثلا قهوه، يروحوا ما اعرفش يشربوا سجاير، يشربوا الحاجات دي، ينزلوا الشارع. فكان كل وقتهم وكل وقتنا احنا شخصيا مفرغينه ليهم. يعني انا كنت بشتغل في مكان كبير في الزمالك، فكنت بخرج 6 اخر النهار ارجع مدينه نصر بيتنا عشان اخدهم وانزل بيهم تاني النادي الاهلي في الجزيره عشان يحضروا التمارين، او كنت اخرج من شغلي مثلا اروح النادي الاهلي الاقي والدتهم قاعده، اللي بتذاكر له بتذاكر له، واللي في التمرين في التمرين، فانا راعي اللي في التمرين يعني هي بتراعي في المذاكره كده بس، وهي معاها عربيه كان في حقيقه ممكن ما يهتمش يعني مش بيرضى ممكن يروح ينام بالزبط. يعني راجع من شغله ممكن وقت التمرين كله 10 11 بالليل بنبقى في البيت يعني، يعني حتى ما بيخلص شغله بيرجع على بيجي لنا النادي حتى وهو كان ممكن يروح خلاص وكده كده ماما معاها عربيه. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه تجبره ان هو يبقى موجود اصلا في النادي يعني، يروح بقى يعني يعيش حياته بقى، راجع من الشغل تعبان. اي راجل بيبقى عايز يروح يرتاح بقى. لا ما كانش والدكم بيعمل كده. هو ده كمان جاله كمان حاجه ثانيه معلش، برضو كان فاكر وانا صغير كان جاله بوزيشن احسن بره القاهره، يعني مش بره مصر، حتى بره القاهره، وما رضيش يعني بسببكم انتوا ارتباطه بينا مثلا يعني هيبقى في الويكند موجود عادي او هيجي اسبوع ويبقى هناك اسبوعين طول الوقت معاكم. بالظبط عشان يساعد برضو ماما. انا بحييك يا استاذ ياسين والله، بحيي حضرتك جدا وحياه ربنا. ربنا يخليك. يعني كنتوا بتستثمروا لا ده هو ده الواجب، بتستثمروا في الاشخاص، بتستثمروا في اولادكم. بالظبط 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 بالظبط، لان دول اللي ربنا هيحاسبنا عليهم. صح. انتوا عملتوا معاهم ايه وسويتوا لهم ايه، والحمد لله يعني ثمرت مجهودنا دون وتعاوننا دون طلع الاولاد دول هم. يعني انا مثلا اقول لك ايه، من ضمن تنازلات الام مثلا، انا مراتي مهندسه مجرد ما خلفت عمر قالت لي انا عايز اقعد بقى في البيت عشان اتفرغ للاولاد، لان ما ينفعش ان انا اشتغل وارعي الاولاد، هيبقى ده على حساب الاولاد. فهي فضلت انها تضحي بمستقبلها كمهندسه في مكان كان محترم برضه في الحكومه، وتفرغت تماما لتربية العيال. فكان لازم أنا كمان أحزو حزوها، أتنازل عن تربية أخرى، وإن أبقى وراهم في كل حاجة وألبي لهم طلباتهم ودافع عنهم وأعمل لهم باكينج في كل حاجة، ويسخر لنا كل الظروف يعني بابا وماما سخروا لنا كل الظروف اللي تؤدي للنجاح. في المدرسة يعني. كنا بنروح المدرسة وبحل المشاكل هناك، كنت بقابل كل الناس في أي مشكلة تحصل لهم كنت بتدخل، الا النواحي الفنيه في اللعب. في اللعب صراحه يعني ليه؟ لان انا كنت شايف ان هم كانوا فردين نفسهم بدراعهم. يعني هم دراعهم من هم صغيرين الحمد لله ربنا موفقهم، وكانوا كويسين جدا جدا في الملعب، فكان مش من حقنا كمان ان احنا نتدخل في حاجه زي كده. انا ما شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت استاذ ياسين، اللعبه يعني يمكن بتحتاج قوه، بتحتاج المرمى، انت واقف على الجول خلاص، لكن الباك ليفت انتوا بتلعبوا في نفس المركز يا نور صح عمر، فبتحتاج قوه على التصويبه من بره يعني. انا بس في شد شعر في البنات لا بيحصل فيه لا ده في حاجات كتير مش شعر بس يعني لو على الشعر فيها كونتنت جامد شويه، فدي مش يعني بالنسبه للبنات لعبه عنيفه. طبعا الولاد كده كده عنيفه، بس البنات برضه تعتبر عنيفه. يعني انا تعرضت لاصابات كتير غرز في الوش دلوقتي قوانين اللعبه اتغيرت شويه،
شويه بقت بتحافظ اكتر على سلامه اللعيبه. يعني اي حد مثلا بيتزق دلوقتي في الهواء وقع على ظهره اللعيب المنافس بياخد دقيقتين كان قبل كده. القوانين اتعدلت عن زمان. الاتحاد الدولي اخذ قرارات شوف كده في لما البطوله كانت اللمسه بالظبط دلوقتي بتلعب هنا بالظبط دلوقتي اي كونتاكت عنيف دقيقتين على طول مش زي قبل كده. فاللعبه بدات القوانين تتغير شويه. انا بحيي حضرتك يا استاذ ياسين بحيي مدام نبيله بس برضو علشان محمد بيلعب نفس اللعبه بس هو في سبورتنج مش كده مدام نبيله عايزاه حضرتك تكلمينا عنه شويه لانه مش موجود هو في اسكندريه مش معانا بس عايزه حضرتك بقى تكلميني عنه اكتر وهو برضو هل يعني ايه طموحه اللي جاي بقى هل كمان انه ينتقل للنادي الاهلي الاحتراف بره تكلمينا شويه برضو عن كابتن محمد ياسين عمر ده اخر العنقود ده والله يا حبيبتي هو يعني ان شاء الله يجي له احتراف في النادي او بره هو ونصيبه احنا هو ما شاء الله وظهر كتير مع نادي سبورتنج وكسبوا نادي الزمالك كسبانين الزمالك في الدوري الاسبوع اللي فات تقريبا او من 10 ايام وبعد ما خلص الماتش بتاع نادي الزمالك جت اصابه كده في ركبته قعدته شويه وعمل حقن تقريبا في ركبته فالاصابه لسه هو ما تعافاش من الاصابه يعني هو لعب ماتش الزمالك كان ما شاء الله هو وزمايله كانوا متألقين والله وهم بقى مجهودهم يتكلم عن نفسهم لو النادي الأهلي احنا تحت أمرهم لو أي حتة بره ربنا يسهل لهم إن شاء الله بس هو برضو لعيب ممتاز وحبيبي ربنا يوفقهم كلهم إن شاء الله إن شاء الله ويرجع مصر أنا عايزاه يرجع القاهرة يعني إن شاء الله يكون في حتة كويسة بإذن الله في القاهرة ان شاء الله هو مش بعيد يعني اسكندريه قريبه بس هو هناك لوحده بقى عايش بعيد عنك بقى يجرب التجربه عشان هو معانا دلوقتي على التليفون معلش خليه يقوى شويه انا عايزاه يقوى حبيبتي بعيد عننا مش بعيد عنها هي بس استاذ ياسين ما سمعتش انا احنا معانا دلوقتي كابتن محمد على التليفون وعايز اعرف بس منك يا كابتن محمد طبعا برحب بيك انت بتلعب برضه في نفس المركز بتلعب باك ليفت بلعب باك ليفت برضه وبلعب سنتر روشيتا نقدر نقدمها دلوقتي لاولياء الامور تطلع لنا جيل كده امثال كابتن عمر وكابتن نور وكابتن محمد تقول لنا ايه يا استاذ ياسين اول حاجه التفاهم الكامل بين الاب والام لان ده اهم حاجه تبقى موجوده عشان خاطر محدش يبقى ما بيحصلش خلل في البيت نمرة اتنين ان يبقى في تنازل من كلا الطرفين للاخر ما يبقاش كل واحد متشبث برايه لا ده انا عايز يلعب كذا لا ده انا عايز يلعب كذا لا ده انا عايز يلعب كذا الاولاد اللي هم يقرروه هم اللي يمشي فيه الاب والام مهمتهم مسانده الاولاد دي في كافه حياتهم لحد ما يتخرجوا من الجامعه وبعد ما يتخرجوا من الجامعه يعني هم النهارده حتى بعد ما خرجوا من الجامعه احنا برضو واقفين وراهم بنساعدهم بالراي بالشورى بالتوجيه فدي اهم حاجه التعاون اللي بين الاب والام والثقه اللي بين الاثنين والتبادل والتنازل عن الانانيه بينهم هما الاثنين دي اهم حاجه اللي ممكن تخلقي بيها لاعب فعلا يكون كويس او طفل يكون كويس يكون صالح يعني تمام جدا كابتن نبيله ايوه حبيبتي قولي لي بقى برضو يعني يعني تجربتك وشتا جديد لا من لا بس الام لا الام طبعا ليها الام ليها نظره ثانيه تضحيه والله طبيعي المطبخ اول حاجه الاكل الاهتمام بالتغذيه بقى ده وزيره التموين بتاعه البيت يعني اكل فظيع اهتمام بكل حاجه اهتمام بالاكل واهتمام بالنظافه واهتمام بمواعيد النوم واهتمام بان احنا برضو دايما وراهم يعني ما كناش بنسيبهم كتير كنا على طول معاهم الحمد لله وبما اننا يعني بما ان انا كنت لعيبه فانا الى حد ما كنت يعني فاهمه في الملعب يعني اكيد طبعا فكنت برضو يعني اضغط عليهم شويه وساعات اقول لهم لا انتوا غلطانين مثلا في حاجه بوجههم من بعيد برضو بعيد عن المدربين وشغل المدربين بس الحمد لله هي الدعم المعنوي كمان يعني فروم اي تو زد من والدعم النفسي يا ماما الدعم النفسي بالنسبه للجامعه وفي الشغل الحمد لله الحمد لله سهر معاهم ومروح معاهم وفي كل حته الحمد لله كنا متواجدين الحمد لله ربنا قوانا يعني
هو احنا لو فكرنا اللحظه ان احنا في اللي احنا عملناه يمكن ما كناش عملناه، لكن هي كانت الدنيا ماشيه الحمد لله. يعني كنا بنحمد ربنا على كل حاجه الحمد لله. يعني ربنا يخليكم ليهم ان شاء الله يا حبيبتي. انا بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك، شرفتينا شرفتنا يا استاذ ياسين جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يعني يخليك يا رب ان شاء الله ليهم يا رب. وبفضل طبعا يعني اولياء الامور دول اللي من النوعيه دي، انا بتكلم اللي من النوعيه دي، نقدر نشوف امثله ناجحه جدا جدا، مش بس على فريق مستوى كره اليد، في جميع المجالات يا جماعه. فانا بشكركم جدا، بحييكم جدا، طلعتوا لنا فعلا نماذج ناجحه تقدر تكون قدوه في يوم من الايام، ودلوقتي حتى للجيل اللي جاي كمان. شكرا ليكم جدا. الحمد لله، ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرين جدا جدا، الف الف شكر يا فندم. شكرا ليك استاذ ياسين، شكرا مدام نبيله، شرفتينا.